صورة كما لو كانت من عالم آخر لكنها الحقيقة، هكذا وصفت سياسية ألمانية مشهد اجتماع رؤساء الشركات حول مأدبة غداء على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، حيث أثار غياب العنصر النسائي عنها ضجة كبيرة. السياسية في حزب المستشار تشولتز بوسي شبلي أضافت في تعليقها قائلة: هذه الحقيقة في عام 2022. وهكذا بدأ غداء الرؤساء التنفيذيين في مؤتمر ميونخ 2022. هنا السلطة وهنا تغيب النساء، لا يزال لدينا الكثير لنعمله. فيما كتب جو كيزر الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سيمنز والذي ظهر في الصورة: سنعد الأمر في العام المقبل بصورة أفضل. الحمد لله احنا كنا بنات في مورنينج شو. تصارح يلا نجم تصارح سفينة تحمل 4000 سيارة حريقا شب بها منذ يوم الأربعاء الماضي في عرض المحيط الأطلسي. تحمل هذه السفينة وتحمل سيارات فارهة مثل بورش وبنتلي وبعض السيارات الكهربائية التي تكون بطارياتها ليثيوم آيون سبباً في استمرار الحريق. ولم يخلف الحادث إصابات بشرية، حيث تم إجلاء طاقم السفينة في اليوم نفسه، ولا يزال رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران. ووفقاً لتقارير فإن خسائر الحريق لم تقل عن 155 مليون دولار.